إحدى أهم المبادرات التي تسعى إلى نشر التفاعل مع البيئة بمختلف أنماطها، صحراء وجبال وبحيرات ووديان وواحات. كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وتعلم الرياضات المختلفة المرتبطة بالحياة البرية، مثل المشي وركوب الدراجات وتسلق الجبال والتجديف في الأنهار. هي مدرسة الصحراء. تضم مدرسة الصحراء خبراء في البيئة والآثار والجيولوجيا ومدربين رياضيين، فضلاً عن مرشدين سياحيين ومصورين محترفين. الكل اجتمع على حب الحياة البرية. تكسب مبادرة مدرسة الصحراء محبيها مهارات متنوعة تمكنهم من ممارسة الرياضات المختلفة في الصحراء والجبال، وتختلف الرياضات من بيئة إلى أخرى ومن بلد لآخر، لكن الفوائد من هذه المهارات أكثر متعة وتشويقا، فهي بمثابة تطبيق عملي لرحلات وسط الحياة البرية تستخدم فيها الرياضات المختلفة. طيب احنا هنتكلم عن رياضات الصحراء وغيرها والمبادرات المختلفة اللي بتخلي الواحد كده يمارس رياضة وبس وهو بيستمتع بيها، لان مشكلة ناس كتير جدا في ممارسة الرياضة ان هم بيشعروا بالملل، لكن دي مبادرة بقى او مبادرة مدرسة الصحراء اللي هنتكلم عنها مع مؤسسها، هي دي الرياضة المختلفة بقى من نوعها زي ما بيقولوا، واللي بتحمس كمان الناس ان هي تمارس رياضة. دكتور احمد سالم منورنا يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، صباح الفل على حضرتك. طبعا في البداية محتاجين من حضرتك توضيح، يعني ما هي مدرسة الصحراء؟ عبارة عن ايه مدرسة الصحراء؟ مدرسة الصحراء دي عبارة عن جروب على الفيسبوك عملناه من 2013، في ديسمبر 2013. كان فكرته هو تعليم مهارات البقاء للأماكن البرية. هي المدرسة، كلمة مدرسة دي عملناها سميناها مدرسة عشان خاطر دي تبقى حاجة فلسفية للتعليم، يعني كأنك بتعلم يعني. فمهارات البقاء اصلا هي فكرتها ان احنا مفروض كل واحد بيطلع أماكن برية، أنشطة برية كتير متعددة جدا. حتى كان امبارح في حلقه عندكم، امبارح كان مع كابتن حاتم، كان في حد تجديف، ده كان عمل مسافه من اسوان طول نهر النيل. ده دي كانت من الحاجات اللي هي المفروض تبعنا برضو، يعني نفس الكلام، محتاج يبقى عنده مهارات يعني اساسيه عشان يعرف لو حصل له ظروف او لا قدر الله اي ظرف طارئ في اماكن زي كده. ده فكره مهارات البقاء، يعني هي مهاره او سيرفايفل، سيرفايفل سكيلز. هي ملهاش معنى عربي حرفي بالظبط، احنا ترجمناها كده لان هي سيرفايفل سكيلز وما كانش ليها حد بيعلمها في مصر. هي اقرب ترجمه ليها مهارات البقاء، بقاء على قيد الحياه بالظبط تحديدا يعني، او ممكن نسميها مهارات التعيش او اساليب النجاه. فدي كانت فكره الجروب عملناها، وكانت لسه جروب صغيره في الاول، وبعد كده اكتشفنا ان احنا المفروض عاملها عشان الناس اللي هي بتطلع تتمشى في الجبال او تعمل تخييم او تركب عجل او الكلام ده كله، في انشطه كتير جدا اكيد. فكنا فاكرين ان احنا بس هنعلم دول اللي هم المتمرسين بالاماكن البريه، اكتشفنا ان بعد كده بقى في شباب كتير جاي لنا عشان يتعلم يدخل البريه اصلا، يدخل اماكن يجرب حاجات تانية. فبقى عندنا الحتتين، بقى عندنا ناس خبراء وشاطرين جدا في الحاجات الرياضيه، وناس تانية عايزه تدخل اصلا اماكن بريه ومش عارفه، مش عارفه السكه تدخل ازاي. فبقى احنا واجهة السلامة للموضوع ده، بس ايه دي فكرة. لا، وفي اسر حسب معلوماتي كمان، يعني اسر كاملة بتروح تشارك، تمام. اعمار مختلفة، يعني مش فئات زي ما حضرتك، تمام. لان مهارات البقاء احنا الهدف الاساسي عندنا هي فكرة كل الناس لازم تدخل الاماكن البرية او تجرب الاماكن البرية دي، وفعلا ما بيجربوها معظمهم بيكمل. بس خلي بالك كلمة الاماكن البرية مرتبطه ذهنيا عند ناس الحيوانات البريه، لا وغير كده، لا وفكره الادغال بقى والغابات والحاجات دي، واحنا يمكن يعني بتهيالي احنا برضو عندنا شيء من الحياه البريه في مصر، عندنا يمكن معظم بيئاتها صحراويه الى حد ما، لكن يعني مش زي الدول اللي فيها غابات وحاجات زي كده. كل حاجه ليها مزايا، فبالتالي الفكره جات لك بناء عليه اصلا. انا من زمان وانا بحب الاماكن الصحراء اصلا، بحبها اصلا من وانا صغير، وبعد كده لما طبعا توجهي انا صيدلي اصلا، وشغلتي زمان صيدلي حاجه تانية خالص، بس هو المجال الطبي هو اللي خلاني الجا دايما لفكره ان انا الحاجات اللي ليها علاقه بسلامه الانسان او الحاجات زي كده. فده جه مع ده بشكل غريب كده، وفوجئت ان في حاجه اسمها سرفايفل سكيلز بيعلموها بره، فبدات اتمعن فيها كده في 2004 وادخل فيها اكتر واتعلم فيها اكتر، وفي 2009 بدات اعلمها للناس. 2013 ده بقى اللي هي البدايه الحقيقيه، بقى الانطلاقه الحقيقيه، لما بدانا نعمل على مجموعات كبيره، وزي ما قلت كده الاسر فعلا في اسر كتير بتجرب عادي، يعني اسر ممكن تروح عادي تقعد تخيم، ايه المشكله. والاطفال نفسهم لما بيطلعوا في البيئه دي بيطلعوا بشكل مختلف، يعني بيبقى ليهم خصائص مختلفه في التربيه، بيبقوا عندهم متحررين شويه في رجوعهم لانسانيتهم.
بس يعني في كمان ما فيش خجل، يعني الاطفال اللي هم منطويين او كده ممكن لا بالعكس بيبقى فيهم سيلف كونفيدنس اكتر، ثقه في النفس، يعني ليها عوامل ايجابيه كتيره طبعًا جدا طبعا، خصوصا لما ياخدوا بقى خط رياضه بريه معينه زي مثلا فكره مثلا الماونتن بايكنج او العجلات الدرجات. احنا اصلا عايزين حضرتك تقول لنا انواع الرياضات، يعني نخلينا نبدا كده الماونتن بايكنج وايه تاني اللي هو الدرجات الجبليه او درجات حتى العاديه بين المدن، احنا كل حاجه غير المدن احنا شغالين فيها. اوكي الدرجات الجبليه او الماونتن بايكنج، في الهايكنج نفسه اللي هو ماشي بين الجبال او بين الصحراء او الاماكن البريه، اماكن اي اماكن فيها الطبيعه بتاعتها موجوده. في كمان في ناس بتعمل تريل راننج او الجري، بيجروا في وسط الاماكن اللي هي البريه او خصوصا الجبال. وفي حاجات زي مثلا فكره الكاياكينج اللي هو في النيل مثلا، او المراكب اللي هي الكاياكس، الروينج التجديف، في حاجات كتير جدا، في كل دي انشطه بريه خارج المدن. طب انت ما فكرتوش مثلا من باب زياده انتشار اللعبه او تعريف كم الاكبر من المواطنين بيها او بالرياضه دي يعني او بالمهارات دي؟ انت عارف مثلا في امريكا وكتير من دول اوروبا كمان بيبقى في برامج تلفزيونيه معتمده على فكره ان في ناس بياخدوهم ويقعدوا في غابه لمده مثلا شهر. أيوة. من ضمنهم برنامج اسمه لو انا مش غلطان سيلبرتي جات مي اوت اوف هير. ايوه برنامج امريكي يعني. فما فكرتش ان انت تعمل حاجه مشابهه لده في مصر من باب تعريف الناس اكتر بالرياضه، وهيكون كمان محتواها البرامجي مختلف عن حاجات كتير بتتشاف؟ طبعا فكرنا طبعا، بس المشكله ان احنا بالنسبه لنا كناس بنشتغل دي مجرد حاجه تطوعيه بنعملها خارجيه. أوكي. فبيخلينا مش عارفين نركز فيها. كل واحد عندنا في جروب مثلا، عندنا المسكين جروب كل واحد ليه هوايه معينه. بس كمان شغل هو اللي واخده في القصه دي. أكيد. لكن اكيد بنفكر في حاجات في المستقبل، خصوصا السياحه البيئيه دي في مصر مستقبلها كويس جدا لو اهتمينا بيها. يعني السياحه البيئيه دي في العالم كله من السياحات اللي من فروع السياحه اللي بتكسب كويس جدا، في نفس الوقت بتدي طابع ليك قوي. يعني لما واحد بيروح هنا مثلا في التخييم او في الجبال او في الصحراء او بيطلع من هايكنج في وسط كاترين مثلا او الكلام ده كله، بيرجع بلده بيبقى عنده حاجه مميزه مش موجوده في حته ثانيه في العالم، يقدر يحكيها للناس وتجربه هو ما يقدرش ينساها. ده الى جانب ان هي ما بتكلفش الدوله، ما بتكلفش. طالما اتكلمت عن السياحه يبقى انا وند مبسوط منك. الملف بقى بتاعي، الملف روح منطقتها يا دكتور. انا من الناس اللي بحب جدا فكره السياحه الرياضيه، وياما اتكلمنا انا وكريم عنها في البرنامج وقلنا ان في فعلا مبادرات كتير جدا بيعملوها رياضات مختلفه، فكره ان احنا يعني نحقق الرياضه على الارض وفي نفس الوقت ان احنا نعمل ماركتنج للاماكن المختلفه عندنا في البلد وننشرها وغيره. حتى ده هيخليني اروح واسال حضرتك من خلال المبادرة دي أو المدرسة دي بتروحوا بتصوروا الأماكن اللي بتروحوها فيديو صور، ليكوا ويب سايت معين، ليكوا هاشتاج معين، عشان كل ده بيساعد على أن أنا أعمل ماركتينج للمبادرة اللي أنا بعملها. أصلاً أنا مش عايز بس أنتشر في الداخل، أنا عايز أبقى على مستوى العالمي. هي طبعاً إحنا عندنا جروب بس على الفيسبوك ده الأساسي، ننتشر بقى اليوتيوب في تشانل كده صغيرة على قدنا، لكن نوسعها بقى. إحنا لا مش أنا بس، هي الفكره مش احنا بس، احنا في ناس زينا كتير بيعملوا حاجات بقى متخصصه. يعني احنا بنديهم فكره السيفتي او السيفتي رولز او الريجوليشنز، لكن في كمان في ناس متخصصه في الهايكنج، في ناس متخصصه طبعا في الكامبينج، وكل دول برضو نفس المشكله دي فعلا تحت ما المدرسه. ما عندناش برضو فكره ان احنا عندناش مواقع قويه. في مبادره تمت قريب بس للاسف كورونا ظروفها لخبطت الدنيا شويه. طبعا. كان تبع ليه علاقه بوزاره البيئه وحاجات يعني رسمية في مصر اسمها إيكو إيجيبت، بس مشكلة كورونا أخرتها شوية. يعني هي دي اللي أخرتها شوية، إن إحنا وقفت شوية. كانوا بيتعاونوا بدأوا يتعاونوا معانا بدأوا مع كذا حد، بس كده كده عندكم أجندة مكتوب فيها خطط مستقبلية عايزين تحققوها. عندنا أحلام كبيرة بالمناسبة. هل حصلت مرة من المرات سواء معاك أو مع أي حد من الناس اللي في الجروب إن أنتوا أثناء يعني اكتشاف الحياة البرية حصلت لقطة كده لقطة برية لقطة برية تعلب قطع بالعرض؟ عادي حاجات زي كده عادي يعني. جدا عادي جدا. إحنا يعني إيه أغرب المواقف اللي تعرضتوا لها يعني باختصار؟ ما فيش غريب، لان احنا جاهزين. يعني هي فكره ان احنا جاهزين، هو ده التدريب بقى. انت لما تكون متدرب كويس، متدرب ناس كويس، ما ينفعش تطلع في اماكن كده، مش بتطلع اي حد في اي حته. ما دي نقطه برضو كنت حاسه حضرتك لازم فيها، مين اللي اصلا بينفع يسافر؟ فكره ان احنا نلاقي مثلا تعابين، دي عادي جدا. التعابين عادي جدا عادي جدا، ودي لان احنا كمان بنتعامل معاها ببرسبكتيف مختلف. بنتعامل معاها بود. لا انت لازم مش معاك يا دكتور تيجو في الجروب ده. لا انا التعبان ده اكتر كائن بخاف منه في حياتي. احنا بنخاف منه. انت جايب لي اكتر حاجه بقى. ده الاسد ماشي. لا احنا بنخاف منه. احنا بنخاف من التعبين، ما حدش قال ما بنخافش منه، بس هي دي منطقتهم واحنا بنتعامل معاهم دي منطقتهم.
فطالما احترمته في منطقته هو مش هيعمل لك حاجه. التعالب دي حاجه انا اولادي بيحبوا يتفرجوا عليها، بيحبوا يعني دي حاجه ممتعه للاطفال الصغيره. انت عندك على فكره يعني شريحه كده او قطاع معين من الشعب المصري هتلاقيه بيعمل الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي باي ديفولت لوحدهم، لان طبيعه الحياه اللي هم عايشينها مثلا حياه الصحراء، حياه البدو، يعني هتلاقيهم النوع ده من الامور، هتلاقيهم حتى مستغربين من كلامنا اللي احنا بالنسبه لهم ده. لا بس هم عارفين ان هو ده سرفايفل بقى، هي دي فكره سرفايفل، انه معمول للناس اللي منعمه او مرفهه زينا، معاه موبايل، معاه عربيه، مش عارف الكلام ده كله. اول ما بيطلع في حته بريه حصل له مشكله، يعني بتبقى مشكله بالنسبه له، فانت بتدربه عشان كده، بتعلمه جوانب معرفيه وجوانب حرفيه. يعني زي مثلا حادثه، طبعا اشهر حادثه عندنا في مصر بالنسبه للسرفايفل حادثه كاترين. طبعا في 2014 كان في ثلج كانت عاصفه ثلجيه، كانت صراحه هي نادره مش تكررش كتير، لكن البليزر دي لكن كانت قويه ومؤثره، وكان فيها شويه اخطاء من حته كتير، يعني من ضمنها حتى يعني، فكانت هي بس هي برضو مش سهله تكرارها الموقف ده بالذات. عشان كده دايما لما بنيجي نعلمهم الناس بنقول لهم اهم حاجه مش التعابين ولا العقارب ولا الحاجات دي خالص خالص. احنا دي انا ما تعرضناش ليها ان حد يعني تم اذيته بيها، لكن الاخطر هي الحر والسقعه او البرد، هم دول اخطر حاجتين وفي العالم كله، هم الحراره العاليه والبروده هم دول القتله الحقيقيين في عالم متسلقي الجبال بصفه خاصه. متسلقي طبعا، نتمنى على فكره تسلق الجبال ده من الحاجات الحلوه جدا، وفي مصر ممكن يبقى كويس جدا، لان على فكره دول اكتر ناس بياخدوا معايير امان. يعني كل ما الحاجه تبقى صعبه، كل ما بيكون في تدريب كتير قوي وعلم كتير قوي وبيبقى فيها شغل كتير. دكتور احمد بجد انا عجباني جدا مبادره اكيد، والناس اللي ما وعدكش لو في لا هتيجوا تعبين الصراحه ما تعملش حسابك علينا. لا هتيجوا غالبا يعني هتيجوا اصحابكم. اقول لحضرتك على حاجه هنختم بيها، لو فعلا حد بيتفرج دلوقتي وحابب ان هو يشارك فهو هيخش على الصفحه اللي عندكم على الفيسبوك صح؟ جروب. تمام، هيخش على الصفحه باسم مدرسه الصحراء لمهارات البقاء او بالانجلش سهارة سرفايفل سكول، بس ويبعتوا مسج وممكن كده ان هم يشاركوا. ان شاء الله هنشارك مباشره، نتمنى لكم يعني اكسبوجر، يعني ان تظهروا اكتر من كده، لان هي حاجه شايفاها ممتعه كمان مش بس رياضه وخلاص. موفقين. شكرا ليك يا فندم، الله نورتنا يا دكتور احمد، شكرا جزيلا لوجودك معانا، وحضرتك فاصل لحضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل.